القوات الأمريكية تسير أول دورية لها على الحدود في شمال شرق سوريا، يعني شهدنا الانسحاب المبكر للولايات المتحدة الأمريكية بعد إقامة تركيا بشن الهجوم على الحدود السورية هناك. اليوم تسير الولايات المتحدة أول دورية في هذه المنطقة. في الحقيقة يعني تحدثت وسائل إعلام كثيرة بأن 5 مدرعات تحمل الأعلام الأمريكية سيارة دورية منقاحدة لها متواجدة في مدينة رميلان بشمال شرق سوريا، وهي تابعة لمحافظة الحسكة. أيضا اتجهت إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، رغم أن هذه المنطقة باتت بموجب المعارك والاتفاقات التركية الروسية باتت خاضعة من حيث المبدأ لسيطرة قوات النظام السوري و سيطرة القوات الروسية. طبعا فقط للإشارة بأن هذه الدورية الأمريكية لم تكن وحيدة، وإنما رافقها مقاتلون أكراد الذين هم بالأصل يعتبرون يعني حلفاء لواشنطن، وخاصة في حربهم ضد تنظيم داعش الإرهابي. أيضا هذه الدوريات تأتي بعد وصول تعزيزات أمريكية قبل أيام من العراق إلى شرق سوريا، وخاصة إلى المناطق الغنية بالنفط، يعني لحماية هذه المناطق من الهجمات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش الإرهابي. نعم.